أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا استيقظ الرجل من النوم وكان البرد شديدا وعنده ماء وعنده يقول إذا استيقظ الرجل من النوم وكان البرد شديدا وعنده ماء وعنده آلة التسخين، ولكن إذا سخن الماء خرج الوقت، هل يشتغل بالتسخين ولو خرج الوقت، أم أنه يعدل عن استعمال الماء إلى التيمم ويصلي قبل خروج الوقت؟ ذكروا أنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا في حالتين: حالة الأولى ناوي الجمع، الذي ينوي الجمع، ينوي جمع الأولى مع الثانية يأخرها. الحالة الثانية إذا خشي خروج وقت الحاضرة، إذا خشي خروج وقت الحاضرة فإنه يصليها بالتيمم، هذا هو الصحيح. ومن العلماء وهو المذهب يقولون إذا كان يمكن تحصيل الطهارة في وقت قريب وهو يشتغل به ولو خرج الوقت، إذا إلا لناوي الجمع ومشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. أما إذا كان وبي طول فلا، تيمم ويصلي. التسخين الماء هذا شيء يسير لا بأس، سخن الماء ويتوضأ. نعم.